النهارده انا في روسيا مسافر مخصوص بطياره عشان اعمل حاجه جديده، والنهارده هحاول اطلع اغنيه من الشعب الروسي، بس سالت نفسي ازاي هاخد منهم كلام عربي وجمل عربي. فجت لي فكره ان هنا هقلب الايه، هخليهم هم اللي يلحنوا على البيت اللي هسمعه لهم، والتلحين بتاعهم هقلبه الكلام عربي. تعال نشوف هيحصل ايه. بريفيت بريفيت كيف دلوقتي؟ يا ديلا موسى хочу тебе слушай мой музыка после это делать мелодию хорошо давай попробуем вау круто классно мне нравится ну что я думаю ты можешь попробовать пам пара пам пам пара па 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 пам пам пара пам пам что-нибудь такое окей да да это очень классно يا بابروبوي ده хорошо اوكي مسيبه دعوه احنا ممكن نحول اللحن ده لكلام عربي ونقول قلب انا مشتاق يا بصص لعيونك مش هاممني كل الناس انا رجعت مصر وسجلت التراك والتراك طلع حاجه في منتهى العظمه قلب انا مشتاق يا قلب انا مشتاق